يا حرام هاللي مات وجاي عم بعزي فيه بس وينن الناس؟ مزبوط هيدي صالة تعازي بس وينن الناس؟ ما في حدا لوين جاي انا؟ يمكن لانه ما لقيوا شيء يعزيهم ما تعزوا فلوا وهيك على الارجح كل مرة ما منقدر نحصل على اللي نحنا بدنا اياه واللي بيفيدنا بننسحب نحنا بصالة تقبل تعازي ويمكن هي صالة لكل النشاطات أو كل المناسبات بالرعية بالكنيسة وخاصة هذه الصالة دائما يعني بتدل مثل كل الصلاة يلي بصير فيها استقبال لتلقي التعازي وتقبل التعازي بغياب حدا من الأحبة إذا بتفكر من زمان من شيء النبوعة لليوم التعازي يعني إنه بتلاقي أهل اللي الشخص اللي و اللي غادر هالدنيا واقفين وبيجوا الناس بالصف بيقولوا كلمات سبق وحكينا عنها بيستعملوا تعابير يعني بيعملوا واجباتهم وبعد شوي بتخلص التعازي التعازي بالمعنى الشعبي يعني بالمعنى العادات وأهل اللي راح أهل الميت أو أهل الفقيد أو الفقيدة بيرجعوا على حياتهم وهن بعد في شيء جوا مش ظابط نحن منقول انه نجي منعزيهم انما فعلا مين بيقدر يعزي ما حدا ولا من الناس يمكن بنلتهي شوي عن جرحنا بس نكون عم نودع حدا عزيز وبعدنا بوهج مش مصدقين مش مستوعبين انه هالشخص غيب فجأة برم ظهره لهالدنيا وصار وجهه صوب السماء صوب الآب من الناس بتفل بيعملوا هالواجبات شفتوني انا جيت قلت لكم مش رح وقف عند الكلمات لانه مريت في كلمات ما لهاش معنى ابدا وبفلوا بيرجعوا اهل الفقيد مثل ما كنت عم بقول لا هيك المراره من الغياب طيب كل هالناس يلي اجوا مفترض اذا كان بهدف نعزي بهدف التعزيه طيب ما نفعت التعزيه واكيد ما رح تنفع مش لمجرد اجوا الناس سلموا بيرضوني على صعيد المشاعر بس فعلا التعزيه بفعل فعل التعزيه يلي بس بينقال عن الروح القدس المعزي هو فعلا المعزي يسوع بانجيل يوحنا بيقول ولكن المعزي وهو الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي سيعلمكم كل شيء ويجعلكم تتذكرون تتذكرون كل ما قلته لكم شو يعني روح القدس المعزي يلي بده يعلمني كل شيء شو بده يعلمني؟ لانه بده يعلمني الحقيقه يلي بتعزيني، يلي بتخليني يلي بتدمل جرحي، يلي بيسكر جرحي، يلي بيتحول شوقي وهيك وفقداني لعزيزي اللي راح بيتحول لفرح بي بي بالرب يلي اتالم ومات وقام وهو عربون قيامة يلي انا عم بودعه اليوم. الروح القدس وحده بيقدر يعمل هالفعل التعزية ليه؟ لأنه عم بيحطنا قدام حقيقة حقيقة عاش يسوع وصارت برسمنا ويمكن نحن نرجع ليش هو اللي بده يعلمني ويذكرني لأنه نحن رجعنا لكل المناسبات يلي ما فيها موت ونسينا بيرجع الروح القدس بيوم وداعنا لحدا بعز علينا وبخصنا بيرجع الروح القدس المعزي يرسله الآب عطية الآب نحن يعني دائما ننتظر ناخذ من الاب، نحن ما فينا نعطيه شيء هو اللي بيعطي وكان بالحري يعطي الاب يعلمكم كل شيء يعني اذا لازم احزن او مش لازم احزن، قديش لازم احزن مش لازم احزن نفس الشيء اللي عاشه يسوع وكل اصدقاء يسوع اللي هلا رح نشوفه مع لعازر مثل يعني حقيقه يعني حدث صار مع يسوع، بس يل قبل ما ننتقل للفكره تانية خليني اقول ونحن بهالصاله يلي عاده نتقبل فيها التعازي ما حدا بيعزي ما في معزي الا الروح القدس ومنعلي صوتنا وبعلي صوتي ما حدا بيعزيني بدي أميز بين التعزي يعني انه يحطني قدام حقيقة بتشفي جروحاتي وبين شوية عواطف يعني بيجي حدا تعزيني بيطبطب علي بيعبطني وبيقول لي كلمتين يعني يمكن مش رح اقول مش صادقين هني كلمتين صادقين بس مش هول بيعزوني يلي بيعزيني هي انه انا شوف ابعد من الحدث اللي انا عم بعيشه مات بالروح القدس رح ارجع اشوف ابعد من موت بي رح اشوف الحياه الابديه يلي يسوع كفل ياها بالامه موته وقيامته هيدي التعزيه الحقيقيه وما حدا في يشتغل فيه هيدا الشغل الا الروح القدس والروح القدس بس من هيك قبل مرات حكينا عن ثقافه الحياه الجديده ما فيني انطر تأفقد عزيز علي وارجع اشوف كيف بدي اتعزى او يصير عندي فكره عن الموت وهون الصدمه الكبيره لانه بس تصير شغله ما بقى في شيء عزيني ما مش وقت اتعلم ما بيكون فيني اتعلم حزني وألمي بحطموني إذا أنا عامل بقيادة تروح القدس مسيره تعلم مثل ما هو شغلته يعلمني ويذكرني كل يلي قالوا يسوع نيالي بس أصال على الموت ما بشوف الموت بشوف الحياه الابديه بشوف العبور بشوف السعاده الابديه مع الاب مطرح ما هو يسوع عن يمين الاب وصرت بعرف مين يلي بيعبر بخلي بي اللي ودعته اليوم هو عم بيعبر للحياه الابديه وحتى ما نكون عم نحكي ابعد يعني مثل بهالمناسبات يعني انا شاطر احكي وقت ما في موت يعني وقت البي مش ميت وقت بيموت بي بضل احكي نفس الكلام هون التحدي اذا عندي ثقافه ثقافه الحياه الجديده ايه ضل بوضعه ذاته بحزن قلبي بيتالم من غياب بي ومن خساره بي من خسارتي لبي ومن مغادره بي لهالدنيا بس بشوف بالروح القدس رح شوف ابعد بحادث موت لعازر بيوحنا 11 لما عيطوا له يسوع واجا يسوع وكانت مريم لما وصل يسوع كانت مريم عم تبكي وبس شايفه يسوع عم تبكي واليهود عم بيبكوا معه اللي اجوا معه توجعت نفسه واضطرب مريت في أشخاص بيعتقدوا أنه إذا مات بي أنا مش لازم أضطرب مش لازم أتوجع مش لازم أتألم لأنه خسرت بي مش هيدا الصح ولا مرة منقول لحدا ما تبكي ما تتأثر بس ما يكون البكي هو آخر موقف ما يكون التأثر والغياب عن الوعي هو آخر شيء بعمله من بعد موت بيي هي بده يكون أول شيء من بعد موت بيي أو موت حدا بعز علي أول شيء أتألم أتوجع وأضطرب وهون بقلنا بالآية 35 وبكى يسوع ايه بدي ابكي بدي احزن بدي حد ع... اللي عم بودعه وعم بروح وبيرجع بيقول عم بيودعه وهو عم بيروح عند عند الاب يرجع بالايه 38 بيقول وتوجعت نفسه يسوع ثانيه وجاء الى القبر هلا بالانجيل نعرف انه يسوع كان هو ومرته ومريم والعازر اصدقاء ويعني كان يقضوا اوقات يتعلم مريم تقعد عند جاي يسوع تتعلم مرتا عم تخدم ولعازر صديقه يسوع من هيك توجعت نفسه يسوع ثانية وجاء إلى القبر يعني مقبول ومسموح خلينا نقول مسموح اتألم واتوجع بسبب خسارتي بس ما فيها تكون مثل ما قلت اخر شغله بعملها بوداع بي او حدا بعز علي هو التوجع والبكاء هيدي خطوه اولى الخطوه الثانيه انه اقدر ابرم وجهي صوب المطرح اللي هو في يسوع صوب وجه الاب يلي بيعطيني بكل الظروف احسن شيء عنده يلي هو الروح القدس الروح القدس المعزي يلي بيعلمني وبذكرني كل اللي قاله يسوع وهو اللي بيسندني هو اللي بيوقفني على إجريي إذا ما في حقيقة بقدر استند عليها أكيد في ناس بتنعطب بموت حدا بعز علينا في ناس بتنعطب في ناس بتقلب في ناس ما بتعرف كيف بدها كيف بدها ترجع لحياتها الطبيعية في ناس بياخدوا وقت تيرجعوا يقفوا على إجريهم ويقدروا يتخطوا صدمة الخسارة وصدمة الفقد لأنه بيكون مطرح يسوع صغير بحياتهم ما بيقدروا يشوفوه بوقت الازمه بوقت الموت بوقت الخساره وهون بتبقى صدمه اكبر بكتير الموت رهيب بس اللي بيخفف من في مننا نحن البشر صدمه الموت هو يسوع الحي. يلي انا له مطرح كبير كل ما كان مطرحه كبير بحياتي وبفكري وبمسيرة مشوار حياتي وعمري كل ما الصدمات بتكون اصغر بكتير وكل ما الشفا بيكون اقرب بكتير واسهل بكتير والمسيح قام حقا قام